خلينا نقرا الخبر مع بعض ونركز في كل تفاصيله. اعلنت طبعا وزاره الاسكان عن طرح للشقق الجاهزه للتسليم، وده في 15 مدينه جديده وشقق مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه مصر والاسكان المتميز كمان. وطبعا والطرح يضم اكتر من 6000 شقه زي ما قلت لكم، وده يعتبر اكبر طرح حصل من وزاره الاسكان. مدينه القاهره الجديده، نركز بقى في التفاصيل والمدن بتاعتنا اللي هيكون فيها الطرح ده: القاهره الجديده، العلمين الجديده، المنصوره الجديده، 6 اكتوبر، اكتوبر الجديده، حدائق اكتوبر، بدر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديده، غرب انا الجديده، ناصر، غرب اسيوط، دمياط الجديده. كل المحافظات دي 15 محافظه انا قلتها لكم دلوقتي بحيث ان احنا نركز فيهم. اللي حابب يقدم الفتره اللي جايه ده نقطه مهمه جدا. طبعا الوزاره كان ليها دور مهم جدا، هي خصصت 5% من شقق الطرح لاهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصه، وليهم طبعا اولويه في الحجز والتقديم. التقديم طبعا من خلال موقع مسكن اعتبارا من يوم الاحد 27 اكتوبر الجاري، يعني 27 اللي جاي انت هتقدم في موقع مسكن، هتقدم كل التفاصيل بتاعتك الخاصه بيك، وهتبتدي تمشي بالخطوات مع موقع مسكن الفتره اللي جايه ومع وزاره الاسكان. طبعا الشقق كلها طرح شقق الاسكان الاجتماعي، وده ان شاء الله الشهر اللي جاي في برضو كمان طرح في شهر 11، يبقى شهر 27 ده في 6000 وحده، وان شاء الله في شهر 11 كمان برضو في طرح. طبعا ده الخبر المهم جدا اللي يهم كل المصريين عن الطروحات القادمه في شهر 11 او شهر 10 وشهر